هذا الشوط ومع الصدارة الأولى مع المركز الأول مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام احترام عبد الله بن عبيد بن صليج الكتبي، هذه احترام على المركز الأول والصدارة الأولى. الأربعمية متر الأخيرة محاولات مياسة سالم بسلطان بسعيد الغفيلي يأتي على المركز الثاني، المركز الثالث هناك احترام أو هذه سمحة مطار بسعيد بن حلوة الكتبي، عودة إلى الصدارة الأولى، عودة إلى المقدمة الأولى، عودة إلى المركز الأول والصدارة الأولى ومقدمة هذا الشوط مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. هذه أيضا احترام عبد الله بن عبيد بن صليج الكتبي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لأيضا شعار بن صليج، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت في مياسة لسالم بن سلطان بسعيد الغويلي، المركز الثالث وصلت في سمحة لمطر بسعيد بن حلوة، المركز الرابع هذه الضربة. تقدمت وزل بشعار عتيق بن محمد بن حمد بن قريع المري مع انطلاق وزل ابناء ميدان الشحريه، وصل بن جهويل حمد بن محمد بن سالم بن جهويل بدا يصل هنا على المركز الثالث، ولكن نعود الى مقدمه الشوط. وزن بدات بالانطلاق، وزن بدات هنا بالاندفاع نحو ذلك الناموس، ولكن نشره ما شاء الله تبارك الرحمن انطلقت الان الى المركز الاول، اداء مميز وشكل مميز. يتقدم هنا شعار محمد بن مبارك بن عبد الله بن مسفر آل جحيش، سلام للشحانية، سلام سلام للدوحة، سلام وسلام لك يا آل جحيش على هذا الفوز والانتصار، نشرة الخير والعطاء ونشرة الناموس في ميدان الوثبة. تهانينا والناموس للسيد محمد بن مبارك بن عبد الله بن مسفر آل جحيش المركز الثاني. بينما المركز الثاني هناك مع حشيم سيف بن صغير بن هزيم المنصوري، بينما وصل على المركز الثالث وتحرك ساجد لسعيد بن عبد الله بن احمد الظاهري، وصل ساجد في هذه اللحظات وتحرك، اذا تحرك غازي لمحمد بن حليس بن حصيبان العويسي، ولكن ضرغام على الصدارة الأولى على مقدمة الشوط. محمد الكربي بن محمد بن قيطة العامري انطلق بالمركز الأول، انطلق بالصدارة، حقق هذا الفوز، حقق هذا الانتصار الكبير. هناك مع هذا المسار الجميل ضرقام لمحمد الكربي بن محمد بن قيطة العامري وفي رصيد السيارة، تهانينا والناموس. المركز الثاني ساجد لسعيد بن عبد الله بن أحمد الظاهري، بينما يتواجد على مستوى المركز الثاني، ولكن مقدمة الشوط بن طريبيش على المركز الأول على الصدارة الأولى. لمن الناموس؟ لمن الفوز والانتصار؟ شعار بن طريبيش من يتواجد هنا في قمة التحديات وقمة الانطلاقات في أول أشواطنا الرئيسية للجعدان الأجذاع المهجنات. الأصايل بن طريبيش على المركز الأول الخليجي، حمد بن مبارك بن هلال بن طريبيش منصوري، الله الله الخليجي الخليجي، سلام يا الخليجي، سلام وسلام لمارك الخليجي حمد بن مبارك بن هلال بن طريبيش المنصوري، مشكور يا ابو عمر. وهنا الخليجي يضيف هذا الانجاز الى انجازاته السابقه، تهانينا والناموس لحظه وصوله الى خط النهايه. المركز الثاني رجع غانم بن حمد بن مطر بن حمد المنصوري، وصل على المركز الثاني. المركز الثالث الرئيسية أيضا المنافسة القوية، هدوء 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 هدوء، هد اللعبة يا العامري، هد اللعبة يا العامري. محمد بن سالم ابن الأسود العامري وصلت ولولة سعيد بن مبارك بن حليس الوهيبي، ولكن هنا مذيار قادمة أيضا لسالم بن مصبح بن محمد الكتبي، ولكن هدوء
هدوء على على المركز الاول، هدوء على الانطلاق الاول، هدوء على ايضا مقدمه هذا الشوط. منافساتي ولولة، انطلاقاتي ولولة. سعيد بن مبارك بن حليس الوهيب، يالله الله الله، هدوء هدوء ولولة، هدوء هدوء على المركز الاول، هدوء ايضا صاحبه الانجازات وصاحبه ايضا الشوط في الفتره المسائيه هي مهرجان الشيخ زايد التراثي وصيفه الرمزي مهرجان راس الخيمه، ولكن تدخلت ولولة. هدوء ولولة، هدوء ولولة، الله 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 الله. وصلت على المركز الرابع وتحركت الذيبة لسلطان بن عبد الله بن غنيم آل دواس الدوسري، ولكن عودتنا إلى الذهيبة، الذهيبة الذيبة اللي على الصدارة اللي على المركز الأول. هناك سيف بن خليفة بن عبيد الخيلي يعلن هذا التواجد، يعلن هذا الحضور، يعلن هذا الإبداع الجميل مع صدارة وقيادة هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الرحمن. إذن الذهيبة قادرت إلى المركز الأول، الذهيبة الذهيبة، تهانينا تهانينا لسيف بن خليفة بن عبيد الخيلي على هذا الفوز والانتصار الجميل. ها هي لحظات الفوز، ها هي لحظات الانتصار ووصولها إلى خط النهاية معلنة هذا الانتصار والفوز الجميل. المركز الثاني اختبار راشد بن عبيد بن حامد، والمركز الثالث وصلت غارة علي بن مطر بن كميد بن ذويب العامري، والمركز الرابع الطيور برزاقها ما شاء الله وتبارك الرحمن، يطير ما شاء الله الحرسوسي في المقدمة لينطلقوا إلى المنصة الرئيسية ليعلن عن نقطة ثمينة، نقطة وثباوية. ما شاء الله غير يا الحرسوسي نقطة الوثبة، غير تدونها في سجلات اتحاد صباغات الهجن. الله لك التحية، لك التحية. الكل واصل وبدأ يباعد وبدأ ينفرد، ما شاء الله. سراب سراب لمحمد بن حمود بن راشد بن سالم المنصوري، هو رقم 16 لكن وصلنا اسمه الحقيقي يا شباب، اسمه مشاهد الأعزاء محمد بن حمود بن راشد بن سالم المنصوري. الله يا بن سالمين سلام، مشكور يا رأس سبيعة، اسمح لنا. الرقم كان في خطأ على أيضا المطية مشاهدينا، ولكن الأقرب إلى الفوز والانتصار بدأ بالانطلاق. المركز الثاني لطيف علي بن سعيد العلي الزرع يصل على المركز الثاني، أبناء السلطنة القادمين على ثاني التحديات، ولكن المقدمة الصدارة الأولى. جولة التحديات، جولة الأوامر. شاهين سيد علي بن محمد بن البحري بن النوب العامري، العامري على مقدمة الشوط. فايل بن سالم الغيلاني من يتابع هذا الانطلاق، بسم الله ما شاء الله، بدأ هنا بالاندفاع إلى الخط النهاية، إلى الناموس، إلى الفوز والانتصار. شاهين علي بن محمد بن البحري بن النوبي العامري، سلام على هذا الأداء المميز، وسلام لك يا فايل يا الغيلاني. بينما المركز الثاني، المركز الثاني شاهين سيف بن محمد بن زايد المطوع الخيري. الصدارة يقدم لنا شوط، شوط روعة، شوط جمال، شوط انطلاق تتلفت يمين ويسار. هذا ما يدل على الطاقة اللي ايضا متواجدة مع الشعار ابو حقب ومع هذا الانطلاق، مع فخر، بكل فخر. مشكور يا ابو سعيد، مشكور يا ابو حقب، مشكور يا سهيل، سهيل بن سعيد ابو حقب الشامسي، قدم لنا شوط جميل للقاية في هذه اللحظات. ما شاء الله زادت من سرعتها، زادت من سرعتها، زادت من سرعتها، ركض تلقائي، اندفاع ذاتي، عدم اوامر، كل حاضر في هذا الشوط مع شعار ابو حقب ليتقدم بقوه الشامسي لينطلقوا في هذه اللحظات. ما شاء الله، شوف العرض الجماهير، الله
والسلالة اللي في راسه. الماركة شاهين المهيري يغزيها ما شاء الله وتبارك الرحمن. روح روح لو 10 كيلو افتحوا له ما شاء الله تبارك الرحمن. عندك شاهين المهيري اللي مسكت الحكي ما شاء الله. فخر لسيل بسعيد وحقب الشامسي بدون منافس المركز الثاني. في هذه اللحظات الجميلة ولكن خيال 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 راحت إلى الصدارة راحت مع جاسم جاسم بن كردي بن طالب المنخس المري تنطلق بالمركز الأول تنطلق إلى صدارة هذا الشوط مع الاندفاع الاخير. الى اين السلامات الى اين التعديات هناك في هذا الصباح الجميل مع المسار الرائع والممتاز هناك مع هذا الانطلاق الاخير. سلام الشحانية سلام سلام دولة قطر الشقيقة على هذا الفوز والانتصار الجميل مع خيال ومع جاسم بن كردي بن طالب المنخس المري. تهانينا والناموس المركز الثاني وصلت باللحظات الأخيرة هناك جزرة لمبارك في العتبة خزاع العامري المركز الثالث وصل. الشامسي ايضا وصلت الوطن وصلت الوطن الضعيف بن حمد بن غدير الكتبي ما اجمل الوطن يا بن الضعيف وما اجمل هذا الاسم. هنا ايضا مياسة العود من الزاوية الاخرى تحديات مثيرة مع مياسة ودخول من زعفران سلطان بن علي اليابهوني الظهري ولكن بسم الله وما شاء الله. مرغم ايضا تنتظر السلامات يا بن الضعيف ما شاء الله تبارك الله هد اللعبة ما شاء الله أداء كبير ونجومية واندفاع ولا أروع. هذه هي الوطن تهانينا تهانينا والناموس نزفها على ظهر الوطن للضعيف بن حمد بن غدير الكتبي على هذا الفوز والانتصار وسلام يا مرغم سلام على هذه النجومية الكبيرة. مشكور يا سعيد مشكور يا العمري على هذا الأداء الكبير الذي رافق هذا الشعار منذ زمن طويل. بالفعل المركز الثاني زعفرانة سلطان بن علي أبوني الظاهري المركز الثالث مياسة نايب. منصوري من يقدم لنا الضبيع المركز الأول المركز الثاني بداية مبارك بن محمد بن مبارك الخيالي على مقدمة الشوط المركز الثالث الوصول مع الضبيع علي بن مانع بن رحمه الشامسي يتقدم الآن ولكن الصدارة الله الضبي 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 ضبي الفلا رمز العطاء على المركز الأول السويد بن مساعد بن قران المنصوري انطلق على مقدمة الشوط المركز الثاني أيضا الضبي علي بن مانع بن رحمه الشامسي على المركز الثاني ولكن مقدمة الشوط الانطلاق الأول التحديات الأولى الضبي السويد بن مساعد بن قران المنصوري تهانينا تهانينا والناموس لحظات وصول الضبي لخط النهاية المركز الثاني ايضا الضبي علي بن مانع بن رحمه الشامسي المركز الثالث وصلت تنعم محمد بن علي بن سهيل اليبهوني الظاهر المركز الرابع بدار. محمد بن علي بن سهيل الجبوني بدأ يجر الشوط هذه النوعية اللي تركت في أول الشوط وآخر كيلو الجرة. الله الجبوني روح وصل 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 ملبي وصل سعيد بن مسلم بن سعيد المنهالي يلا يا المنهالي أبوب يا سلام يا سلام يا سلام درب 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 خطف ما شاء الله فرزة أعطوه فرزة أعطوه درب يا شباب. المنهالي قادم بقوة لنقطة جميلة وهذا بالفعل المنهالي بدأ يغتنص الفرصة ويغتنص المكان والنقطة غالية بالوثبة غير الله طعمها غير الله. سلام للمنهالي سلام سلام لملبي سلام سلام لسعيد بن مسلم بن سعيد المنهالي على الفوز الجميل المستحق نقطة الوثبة وفي مكانها يا سلام يا المنهالي. هذا هو ملبي وهذا سعيد بن مسلم بن سعيد المنهالي سلام للمناهيل سلام ما شاء الله. المركز الثاني وصل مشاهدينا أيضا هناك مبدع لمحمد بن سهيل بن علي جبون المركز الثالث. بالظهور
الجميل، ولكن عودتنا إلى المركز الأول، عودتنا إلى الصدارة، عودتنا إلى مقدمة الشوط. ولكن شاهين بن يطبع راح مع المركز الأول، راح مع الصدارة، انطلق مسلم بن سالم بن حمد بن يطبع العامري على الصدارة الأولى مع شاهين وانطلاقة شاهين بالمركز الأول. المركز الثاني الذيب أحمد بن غنم بغداه المنصوري، والمركز الثالث يتحرك فيه ويتقدم أيضا، يتقدم هيمن مانع بن فارس بن علي الخاطري. اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، إذا بن يطبع على الصدارة، بن يطبع على المقدمة، وبلو الخاطري قادم، ولكن بن يطبع راح مع الناموس. تهانينا لمسلم بن سالم بن حمد بن يطبع العامري على هذا الفوز والانتصار الجميل. المركز الثاني مهيمن مانع بن فارس بن علي الخاطري، ثالث المراكز. وصفه القادمة عبد الله بن حميد بن سهيل المقبالي على المركز الرابع، والقادم هنالك شعار بن يزرب على المركز الخامس، وصل مع الوطن السعيد بن الصغير بن علي بن يزرب العامري. جولة التحديات، جولة الأوامر، نعود إلى المقدمة، إلى الصدارة وصايف أحمد بن محمد بن حميد الدرعي على المركز الأول. المركز الثاني يا سلام، طيارة اليبهوري متواجدة هنا في قمة التحديات والانطلاق، ولكن انطلقت مصيحة عوض بن الصغير بن عنودة العامري من يقدم لنا مصيحة الاسم التراثي الجميل. سلام لمالك مصيحة، سلام عوض بن الصغير بن عنودة العامري بدون منافس يفوز بهذا الشوط. تهانينا والناموس لحظات وصولها إلى خط نهاية المركز الثاني وصايف أحمد بن محمد بن حميد الدرعي والمركز الثالث. الدرعي يقدم هذا الأداء الكبير، يقدم هذا الانطلاق مع النعيمية. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، بدأت تسير في جولة الأوامر الأمتار الأخيرة. مشكور الغيلاني على هذا الأداء الكبير والتحدي المثير. وصل الدعية مع أيضا اللي هي قادمة وحيشة الحمد بن علي بن سالم بسنيد. الدعية في المركز الثاني هنا قادمة بكل قوة والمنطلق حربة، وصلت أيضا بالشعار محمد بن راشد بن حمد الدرعي. هذه نتيجتنا، ولكن أعود إلى الصدارة الأولى، هذه النعيمية، وصلت حربة، وصلت أيضا وحيشة، ولكن هنا النعيمية، وحيشة والنعيمية، خط النهاية يرحب بالثنتين. أجمل ترحيب، الله 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 الله. المركز الثالث حربة محمد بن راشد بن حمد الدرعي، المركز الرابع هنا